بنات يا بنات، هذا الفيديو سبيسيال لدوك الناس اللي نواو انهم في هذا الموسم الجاي غادي يخدموا الشباكية والمعسلات سير كوموند. فانا في هذا الفيديو حطيت لك جميع المعلومات وجميع التفاصيل باش تقدري تخرجي واحد لا كونتيتي اللي هي كبيرة. انا كنت كنخرج اكثر من 40 كيلو في اليوم الواحد بهاد الشباكية وبهاد التشبيكة الاكثر من رائعة. كتشوفوا المنظر نتاعها كيفاش داير، اما الوصفة اللي داقها فصدقوني انه كيحمق عليها لانه هشيشة مجعبة معلكة. وشنو نقول لكم، البنة لا تقاوم. مهم اخواتي، اي وحدة نوات انه باغية تخدم في هاد الدومين فما عليها غير تجرب هاد الشباكية بهاد الوصفة، وخصها تبدي على تساع باش هكا تكون متمكنة من نفسها، لأن كنعرفوا أنه قبل أي موسم خصنا نكون واجدين لذاك الموسم. فرمضان الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، معروف بهاد الحويجات نتاع المعسلات، وأكيد شهر قبل رمضان كيكون عليها الطلب كتير كتير. فحاولي أنك من اليوم تجربيها وتخفيها كيديك فيها باش يديك تمشي عليها، وفي ديك الوقيتة ما غاديش نخاف عليك. مهم نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارتاج اكيد، ونتمنى انكم تجربوها. المقادير بسيطة، عندنا نصف كأس نتاع مزهر، نصف كأس نتاع الخل الاحمر او الابيض ماشي مشكل، كأس نتاع الزيت النباتية، وكأس نتاع الزبدة نوازيت. فانا درت هنا الزبدة نوازيت، يعني خديت الزبدة وذوبتها وخليتها تحت نار مهيلة حتى عطاتني هذا اللون. تقدروا نتوما تذوبوا الزبدة بالطريقة العادية وتستعملوها، كتجي زوينه حتى هي. المهم هنا عندي النافع وحبه حلاوه اكيد مغربلين، عندي هنا جنجلان ما محمرش البنات لانه مازال ان شاء الله هاد الشباكيه غادي تقلى، وجنجلان نعرفوا انه دغيا دغيا حساس. المهم هنا عندي اكيد الملح ما نساوهاش، صفر بيضه وروح الزهر. فهنايا عندي كيلو نتاع الدقيق اللي غادي نعجنو معكم، ونزيد عليه زوج نتاع لي ساشي نتاع خماره الحلويات ولا البيكين باودر، المجموع 14 غرام. الكريمة اللي غادي نحضرها معكم رائعة يا بنات، كناخد ديك الزبدة نوازيت وهي مازال سخونة، غادي نزيد عليها هكا زوج معالق مقببين نتاع النافع وحبة حلاوة أكيد اللي هما مغربلين. كذلك هنايا غادي نضيف عليها 4 حتى 5 المعالق كبار مقببين تاع جنجلان، كيف ما قلنا هو مطحون لكن ما محمرش. فديك الزبدة نوازيت ملي هي سخونة وإن شاء الله رشة ملح كيف ما شفتوا معايا، فأنا غادي ان شاء الله نضيف كذلك قطرات من روح الزهر، وغادي نطحن هاد العناصر كلها مزيان مزيان. بالنسبه للزبده نوازيت كتشوفوا انني خدمت بها وهي مازال سخونه، مع دوك العناصر اللي خلطت معاهم تاع النافع وحبه حلاوه وجنجلان غادي يعطوني واحد اللذه، غادي تتركز البنه نتاعهم والريحه عجيبه يا سلام. المهم ديك السخونيه مع الطحين غادي ان شاء الله تخرج النكهه اللي فيهم. وكذلك غادي نقول لكم علاش انا حضرت هاد الكريمه، ضفت عليها الزيت وكذلك صفر بيضه، كذلك نصف كاس نتاع الخل الاحمر ولا الابيض ماشي مشكل، وهذا نصف كاس نتاع مزهر. فغادي نرجع كذلك انني نضربها وغادي تشوفوا المنظر ديال هذه الكريمه كيفاش دايره، غادي تترغوى هكا وتتقال لينا وتعطينا واحد النكهه عجيبه. وهنايا غير ملي الزبده راها مازال سخونه، غادي ما نجي نحضر الدقيق معكم حتى تلاحظوا انها عقادت هكا شويه. فمشيت هكا خديت واحد البول ودرت فيها كيلو نتاع الدقيق مغربل اكيد، وزوج نتاع لي ساشي نتاع خماره الحلويات البيكين باودر 14 الغرام. فاخواتي غادي نجي اكيد ناخذ الكريمه ديالنا العجيبه، كتشوفوا المنظر ديالها كيفاش داير، طالعه وثقيله هكا، غادي نخويوها على داك الدقيق. فهنايا جميع المكونات اللي غادي نعجنوا بهم الشباكيه. فهاد الكريمه علاش هاد الكريمه؟ باش ما تمحنكمش حتى في العجين ولا في التوراق عفوا ملي تدوزوا العجينه في الوراقه انها ما تقطعش لكم بصفه نهائيه، لان بزاف الاخوات تواصلوا معايا كيتشكاو انهم مثلا حبه نتاع جنجلان ولا شويه نتاع ديك العطريه النافع وحبه حلاوه كتقطع لهم العجينه تكون باينه في العجينه. فانا نقترح عليكم هاد الطريقه، نهائيا ما كتبانش داك حبه جنجلان ولا النافع نهائيا يا بنات. هنايا من بعد ما خلطت جميع المكونات كتشوفوا ان العجينه قريب تتلم غير بديك الكريمه اللي ضفنا لها. ودابا جبت كاس نتاع العنبه
من الماء، وكنحاول انني نضيف القليل ثم القليل من الماء حتى نشوفوا شحال غادي يدخل لينا. هادشي بالنسبه للمبتدئات طبعا، لان العجينه نتاع الشباكيه لازم تكون متماسكه، ما غاديش نقول لكم قاسحه لواحد الدرجه، وانما تميل للقسوحيه ماشي جاريه يا بنات، لان نعرفوا ان العجينه ملي ترتاح تطلق راسها شويه، يعني حاولوا انكم تقسحوها. وغادي نشوفوا مع بعضياتنا شحال دخل لينا الماء. كتشوفوا انني كنضيف القليل ثم القليل من الماء، وفي نفس الوقت كنحاول ندخل داك الدقيق باش العجينه هكا تتلم معايا وترجع لي بالشكل اللي انا باغيه. فالمهم هاد العجينه ما غادي ندلكوها، ما نطيحو كتافنا فيها، ما نتمحنو معاها، غادي بمجرد ما نخلطو داك الدقيق ويدخل لينا الداخل، كتشوفوا العجينه القوام ديالها قاسح، وغادي اكيد باش ما ندلكوهاش غادي نخليوها ترتاح ترتاح في البلاستيك الغذائي طبعا باش تطلق هكا الليونه ديالها. فاخواتي بالنسبه للماء اللي يدخل لي في هذه العجينه هو كاس الا ربع من الكيسان تاع العنبه، وان شاء الله المقادير كلها غادي تلقاوها مكتوبه بالجرامات وكذلك بالكيسان تاع العنبه في صندوق الوصف باش هكا تسهل عليكم القضيه. هنايا جيت مباشره درتها في الفيلم اليمونتير، احتفظت بها هكا تقريبا خليتها ترتاح واحد نصف ساعه، من بعديها كنلقى العجينه مدلوكه زوين القوام ديالها، غادي نبدي مباشره في الخدمه. فاخواتي غادي تتسائلوا علاش انا ما كنضيفش الخمارة حبوب، الخمارة الخبز، العجينات الشباكية. فأكثر من 25 سنة، والله العظيم البنات أكثر من 25 سنة من اللي حيدت هاد الخمارة نتاع الخبز ما كنضيفهاش. أول حاجة كتخلي لينا الشباكية ديالنا دغيا كتيبس، تبان أنه قديمة، هذه أول حاجة. بحال الخبز من نضيفوا له الخمارة يقعد نهار يومين يبان أنه قديم. وتاني حاجة أنها كتضيع لينا الرشمة نتاع الشباكية ديالنا من اللي نحطوها في الزيت كتنحل، فما عليكم غير بهذه الطريقة أخواتي، جربوها وانتم ما تحكموا. هاد القضيه اللي دابا مرغت هاد الطريف نتاع العجينه في الدقيق، علاش؟ هادي استيوس بالنسبه للاخوات مثلا اللي داز ليهم واحد الجريمامه ملي كانوا هكا يعجنوا العجينه وبحال اللي جرات لهم شويه، فمين تجيو ديروا هاد العمليه حاولوا انكم تمرغدوا ديك القطعه في الدقيق وحاولوا انها تهز شويه الدقيق، وفي ديك الوقيته غادي ديروا لها هاد الطريقه نتاع الطيات اللي حنايا كنطويوها ماشي على هدف. المهم كنسمع بزاف الاخوات في اليوتيوب يقولوا لك هاد الطيه كتساعد انه تجي شباكيه فويتي، لكن انا من وجهه نظري انها ماشي تساهم انها تكون فويتي، وانما العجينه بحال اللي تجي خدمت وعاودت، يعني تسهل علينا التشباك وتكون متماسكه هكا. من بعد اكيد ما طويت كاع الكميه اللي عندي درتها في الفيلم اليمونتير، وبقيت هكا كناخذ منها ونحاول انني نحل دوك المستطيلات اللي انا طويتهم. واكيد ديما الطاوله تطرش بالدقيق باش ملي نجيو ندوزوها في الماكينه نتاع الوراقه ما تلتصقش لينا، وحاولوا ديما داك الطرف اللي نجيو ندخلوه هكا في الوراقه يكون دائما اننا نورقوه مزيان ولا نرققوه، والشيء الاخر ماشي مشكل. المهم انا غادي نمشي على هذه الطريقه، الخدمه بنظام، غادي نمشيو حاجه بحاجه. هنايا غادي ندوزو في الوراقه نتاعنا العجينه الرقم التالي، انا دايرها في الرقم التالي، واكيد غادي نخلي لكم النمره. هذا ديديكاس لحلومتي قناه بلمساتي، الصديقه ديالي وديما كنهرد انا وياها، المهم كنت كنخدم وفي نفس الوقت المهم كنت كنكاميري. يلا اخواتي، وهنايا كما قلت لكم النمره نتاع هاد الوراقه غادي نخليها لكم في اول تعليق ولا في صندوق الوصف، علاش؟ لانه الماشينات ولا الوراقات كيختلفوا من ماركه لماركه، فواخا نعطيكم النمره دابا تقدر ما تكونش بحال النمره نتاعكم، المهم انا اخر نمره هي الرقيقه، ولكن كاين واحد الوراقه اخرى كتخرج العجينه رقيقه بزاف، انا هذيك الصراحه ما نبغيش نرقق الشباكيه نتاعي بزاف بزاف، كتجيني العجينه انها تكون رقيقه تجي غير بحال الشيبس، لكن الكريوش ولا الشباكيه ديالنا ولا المخرقه خصنا هكا تكون فيها العمر. بالنسبه لهاد اللعيبات اللي كتشوفوهم قدامكم، انا بغيت نقول لكم اخواتي انه ما عنديش انا مع هاد اللعيبات، جبتهم من عند الاخ صابر باش نصور معكم فيديو ونرجعهم له طبعا، لانني ما كنحملش نخدم بهم، لا يصح الا الصحيح ولا يصح الا الجراره نتاع الكريوش اللي تعطيني الخدمه زوج دقائق وها هي مرشومه هكا الشباكيه. هادوك اللعيبات ما كيرشموش مزيان، راه خذوها مني ما كيرشموش مزيان، تشريو وحده وتشريو زوج وتقولوا يمكن غير نتوما زهركم خرجت فيكم هكاك، نهائيا يا بنات. المهم هنا كتشوفوا الرشمه العجيبه ديالي كتجي رائعه يا بنات، والله العظيم الا اسهل شباكيه على الاطلاق. انا بعدا
كنحماك على هاد الرجمه وما كتمحنيش، وكيف ما قلت لكم كنخدم اكثر من 40 كيلو في اليوم الواحد. ايوا المهم الخبر في راسكم. المهم اخواتي كتشوف الرشمه الزوينه ما كتنحلش لينا نهائيا في المقله، كذلك ما تضيفوش ديك الخميره ديال الخبز هاني قلتها لكم، وكتجي هشيشه وتذوب ذوبان، وغادي تشوفوا معايا في نهايه الفيديو ملي نفتح معكم وحيده. المهم غادي مازال ان شاء الله نفسر لكم هذا الرشمه، لان لحد الان مازال ما قلت لكم كيفاش غادي ندير 1 2 3 4 5 6 نقطعوا، المهم 6 د الاشرطه، وغادي اكيد ناخذ زوج تحت زوج تحت زوج بحال الكارطه ولا داك الرامي اللي كنلعبوه، نديرو وحده تحت وحده تحت وحده. ايوا هنايا نديرو زوج اشرطه تحت زوج تحت زوج، وكنفتحوا بهذه الطريقه. ومازال الفيديو غادي يكون موضح، وخا سرعت هنايا ولكن غادي تشوفوا مزيان جميع التفاصيل. فحنايا اكيد كنديروا بعين الاعتبار انه كاين المبتدئات، كتشوفوا في السادسه كنقطع، كنحسب حتى الخمسه والسادسه كنقطع. غادي دابا هنا كنشرح لكم، انهم نقول لكم انه دوك السته هنايا قطعتهم متساويين، درت زوج تحت زوج تحت زوج وفتحت صافي، وغادي نقرص ونقطعوا ليهم دوك الجوانب اكيد بالسكين الحاد طبعا. وهاد السته الاشرطه درت زوج تحت زوج، ولكن هاد الزوج التالين درتهم عراض، درتهم عراض يعني ماشي في نفس الحجم تاع الاشرطه الاخرى، فكتجينا شبكيه عاليه زوينه حتى هي، كتحمقني ديك الشباكيه اللي كتكون عاليه، يعني غير الجوانب ديالها اللي عاليين. وهنايا اكيد سته د الاشرطه كذلك، ها نتوما شوفوا ما نضلوش كاع نضرفوها في الجوانب، لانه مازال نقطعوا دوك الودينات بالسكين وتعطينا منظر زويون يا بنات. هنايا زوج تحت زوج، وهاد الزوج عراض كتشوفوا فيهم انهم عراض، باش نوريكم الفرق بين انه ديروهم كلهم يعني قادين، ولا ديروا دوك زوج اشرطه التاليين ديروهم شويه عاليين، فكتعطيكم شباكيه مختلفه في المنظر. وخرج ما هي هي، وانما كيجيو الجوانب ديالها مرتفعين هكا، كتعطي واحد المنظر زويون يا بنات. المهم هذه هي التشبيكه اللي نتمنى انكم تجربوها. في الاول تقدر مثلا تجيكم انها صعيبه، لكن غير ديروا حبه وزوج وثلاثه غادي تلقاو روحكم انكم تخدموها بعشق. هنايا جا الوقت اللي نشوفوا كيفاش نديروا نشكلوا السبوله. فالسبوله انا كندير زوج انواع، كاينه السبوله اللي كتكون عامره كندير فيها 8 د الاشرطه، وكاينه اللي كندير فيها غير 4. فهاد الزوج المهم وحده قطعتها 8 في الثامن قطعت، وحده قطعت في الرابع، غادي تشوفوا كيفاش. هنايا غادي نحاول نقلبها لان العجينه اللي كتكون على الطاوله تكون طريه، فهكا باش تلتصق مع بعضياتها. كنطوي ونعاودو نطويو، يعني ديما نطويو على زوج، وهنايا كذلك غادي نطوي على زوج، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي حتى هي انيق هكا وزويون، تجي رائعه يا بنات. حتى في الحطه هكا في التبصيل تجي زوينه، وتقدروا تحطوها حتى في كؤوس هكا، يعني هكا بالطول تحطوها تجي زوينه بزاف. المهم غادي نمشيو على هاد الطريقه باش نشوفوا طريقه التشكال. فنتمنى اخواتي اللي وصلت للفيديو لحد الان ما تنساوش انكم تطلعوا ديروا لي واحد اللايك، وانتم كتفرجوا هكا كنلوي زوج د المرات هاد السبوله، وكنقطع الجوانب ديالها بهاد الطريقه باش تعطيني منظر زويون. وحاولوا انكم تحطوها مقاده بحال هكا، باش ملي تنشف لينا العجينه تاخذ لينا واحد الفورمه اللي هي زوينه. وهذه نتاع 4 د الاشرطه كتشوفوا انها تجي رقيقه هكا، هذه في الحقيقه زوينه ولكن واعره شويه، ملي تجي تباليها تقدر انها تكسر لانها كتكون رقيقه. لكن ديك اللي فيها 8 كتجي فويتي بزاف، يعني فيها الفويتاج بزاف، وفي نفس الوقت كتكون ماسكه روحها، يعني هكا ضابطه روحها ما كتهرش، ما يكونش فيها تكسرات. بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يخدموا المحلات فحاولوا انكم ديروا ديك نتاع 8، وكذلك كتكون الوزن ديالها مضاعف، يعني غادي تهنيكم من الخدمه. فهمتوا يا بنات كيفاش؟ وصافي بهذه الطريقه الا بغيتوا ديروا على شكل قليب، ممكن جدا انكم ملي تلويو هكا وتقطعوا هكا تحاولوا انكم ترجموها بحال القليب هكا، كتشوفوا كل شيء راه موضح. حتى هذه كتجي زوينه ملي كتقلى. هنايا يا بنات غادي نشوفوا شنو نديرو، اكيد غادي نديرو السبوله نتاع 8، غير بغيت نوضحها لكم اكثر، لان عندي اخوات كيتواصلوا معايا في الواتساب كي هما مبتدئات، يعني نديروا بعين الاعتبار انهم كاينين اللي قد بناتنا ويبغيو هكا يتعلموا، فخاصهم شويه التركيز صافي.
وبهذه الطريقه غادي نلويو ندخلو لداخل زوج المرات، ممكن جدا ندخلو غير مره. انا شخصيا كتعجبني زوج المرات باش تجي هكا ملول بزاف وصافي، وغادي نقطعو ليها الجوانب. فاكيد اخواتي من بعد هذا الشيء غادي نمشيو المرحله اخرى هي نتاع الشباكيه، ملي ندخلوها المجمد، وكذلك ملي نحتفظوا بها عجينه هكا في المجمد كيفاش غادي تكون. وكذلك بالنسبه الى بغيتوا تقليوها دابا راه ممكن، والا بغيتوا تخليوها شويه ترتاح مثلا درتوا هذا الشيء بالليل وبغيتوا الصباح تقليوها، حاولوا اخواتي. غادي نعطيكم مهم واحد النصيحه، لان بزاف الاخوات كيطيحوا في داك الفخ نتاع انهم يخليوها هكك يضرب فيها الهواء، ففي ديك الوقيته كتجي يابسه. وقبل ما نمشيو لذاك الشيء، المهم هنايا اخواتي بالنسبه للجوانب نتاع العجينه الا تبقات لكم حاولوا انكم ما تكمشوهاش، حاولوا انكم تقطعوها بهذه الطريقه، مثلا ديروا غير اربعه ولا اربعه، ولا مثلا ديروا زوج اشرطه من هنا وزوج اشرطه من هنا وتحطوا وحده فوق وحده وتلويوها، وتستافدوا من ديك العجينه باش ما تبقاش العجينه غير تكمشوا فيها وتعاودوا. فهمتوني بنات؟ يعني دوك الجوانب تقدروا انكم ديروا غير زوج سنينات وتقطعوا، وزوج سنينات وتقطعوا، من بعد تحطوا زوج فوق زوج فوق زوج فوق زوج تعطيكم اربعه، ولويو تعطيكم ديك السبوله اللي درتها معكم دابا. هاني بحال هاد العجينه انا ما غاديش نضيعها، غادي نقطعها بهذه الطريقه. شحال ما قدينا نحاولوا العجينه نتاعنا ما تخدمش بزاف مزيان. الحلويات راهم يعرفوا هادشي، ولكن بالنسبه للمبتدئات يعني كنصحكم ديروا هاد الطريقه بحال دابا، كتشوفوا انه وحده فوق وحده ومن بعد نطوي وصافي. وشي مرات كتشيط لي العجينه صغيره كندير غير زوج سنينات ونزيد نجمع زوج سنينات بحال هكا، وندير ربعه نتاع الطبقات ونلوي ونسلق انا رابحه واحد السبوله وما جمعتش العجينه ديالي هكا. كتشوفوا الاشكال صغيره ولا طويله ولا كبيره. وهنايا غادي نخلي العجينه نتاعي ان شاء الله، هذا الشيء درته بالليل، وان شاء الله غادي نخلي العجينه نتاعي حتى الصباح باش نقليها. والمهم هنايا ضروري خصني نغطيها، هذا الشيء نتاع الصباح ضروري خصني نغطي الشباكيه بالليل ما نخليهاش يضرب فيها الهواء. علاش؟ غادي ملي نقليوها ونعسلوها غادي تجينا بحال اللي رانا ناكلو الخبز الكارم ولا الخبز البايت، يعني كتكون قاسحه العجينه واخا تشوفوها هشيشه، وانما تعطيكم التفرتيت في الفم بحال اللي راكو تاكلو الخبز اليابس. ولكن الا حاولتوا عليها انك غطيتوها بالجلد ما غاديش يكون هذا المشكل. هذه شباكيه كنت دخلتها المجمد باتت، راها مجمده كتشوفوا انني كندق فيها هكا. المهم راها مجمده بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الوقت واللي يبغيو ديما الشباكيه تكون عندهم، ممكن جدا انكم تشبكوها من دابا تخليوها في المجمد عجينه، ونهار اللي تبغيو تاكلوها طريه تجبدوا الكياس نتاعكم تقليو وتعسلو وبالصحه والراحه. المهم كتصدق حتى هي، وكنت بارطاجيتها معكم السنه الماضيه وبزاف الاخوات اللي جربوها ورحموني عليها. المهم غادي نمشي مباشره بالنسبه للشباكيه تاع المجمد، ملي تبغيو تقليوها مباشره من الكونجيلاتور للمقله فيها الزيت سخونه. المهم هذه باش نتفاهموا عليها، والا كنتو غير بيتوها غطيوها ضروري بالجلد ولا بالبلاستيك باش الغد ليه تقليوها. والا بغيتو ديروها في ساعتها راه ممكن تقليوها في ساعتها، بغيتو تخليوها ساعه نص ساعه كذلك ممكن. هنايا راه باين المعنى، باين انها مجعبه، والسبب اننا خليناها ترتاح مزيان مزيان وديك البيكين باودر خدمت فيها، هادشي اللي كاين. وبالنسبه للرشمه ما تغيراتش نهائيا، بخلاف انك لو كان درتو واحد الطريقه نتاع الخماره معجونه، اول حاجه تقدر تنتفخ بزاف، وثاني حاجه بالنسبه للاكل ديالها غادي يجي كما قلت لكم تقعد لكم يومين ثلاث ايام تبدي تعطيكم ديك اللذه نتاع انه بايته ولا قديمه. من الاحسن تفادوا ديك الخماره حبوب وما ديروهاش وعلى ضمانتي، وكتبوا لي في التعاليق اللي جربتها هكا، لان العام اللي داز بزاف الاخوات اللي كانوا يتسائلوا على هذا الموضوع ويدخلوا عندي ويقولوا لي واش على ضمانتك. ايوا على ضمانتي يا بنات، وها هي القناه موجوده والتعاليق موجوده، ما صدقتش لكم دخلوا ديروا فيا اللي بغيتوا. المهم هنايا النار اكيد كتكون في الاول من تكون سخونه الزيت غادي نقص ليها، نحط الشباكيه نتاعي ملي نحس انها بدات تتماسك شويه غادي مره نجهد للنار، مره نقص، مره ندير متوسطه، داكشي على حساب الزيت اللي نشوفها. مره نشوفها انها بدات تبرد نزيد لها شويه مره. المهم ديما ايديكم وعينيكم على البوطه. صافي هادشي اللي كاين. والسبوله اكيد غادي تحطوها يا بنات بكل رفق كما كيقولوا، علاش؟ لانها تقدر تكسر لكم. حاولوا قطره ديك الرقيقه اللي قلت لكم فيها غير 4 سنينات بحال هادي، لكن ديك اللي فيها 8 سنينات هذيك ولو كانت تضر بها مع الحيط ما تهرسش. ماشي كنقول لكم هكا يعني انها قاسحه، لا، هي نفس العجينه كتجي هشيشه
ولكن ما كتكونش حساسه بحال الاخرى اللي كتكون رقيقه هكا وعلى قد الحال. المهم غادي نحاول انني نعطيها لوين دوغي، وحاولوا ديما انكم تقليو شباكيتكم في النهار باش تعرفوا اللون اللي تحصلوا عليه. الا كان الليل حاولوا انكم المهم تحضوا معها. هنايا واحد لاستيوس كذلك نعطيها لكم، انا من بعد ما قليتها حطيتها مباشره في العسل اللي هي دافيه فقط ماشي سخونه، ومن بعديها حطيت عليها واحد الطبسيل هكا باش نخليها واحد نص ساعه هكا وهي تتشرب ليا في داك العسل. واكيد غادي نتقل على داك الطبسيل غير باش تبقى ديك الشباكيه ديالي غاطسه في العسل وتتشرب مزيان، لانه بدل ما نبقى كل مره نهبط فيها نقدر ندير لها تكسرات، لكن هكا غادي تتشرب على خاطرها وانا نكون مهنيه من ديك الناحيه. كتشوفوا الشباكيه مجعبه فيها جميع المواصفات كتذوب في الفم، اما الريحه فجيراني دقوا عليا يعني كتعطي من راس الدرب. واش نقول لكم كتحمق تحمق، والله تمنيتكم يا بنات تجربوها. كتشوفوا انها كلها مجعبه كلها مجعبه، والسبب انه العجينه ارتاحت مزيان قبل ما تقلى والبيكين باودر دار خدمته. كتشوفوه شيشه شاربه العسل. هذه هي، نمشي للطبق النهائي. وقبل من هذا الشيء بغيت نوصيكم واحد الوصيه، انا دابا كنخرج الشباكيه من هنا لانها كانت مغطسه في العسل الدافيه اللي كتكون العسل شويه خفيفه، ومن بعديها كنديرها دابا في الكسكاس، ومن بعديها كنزيد عليها هكا خيوط نتاع العسل اللي كتكون عاقده وثقيله باش ديك الشباكيه تبقى ديما في اللمعان ديالها ويبقى قابط فيها العسل بلا ما نحطوها في السطل ونبقاو قلب شقلب. غير هكاك راها غادي تدوم ليها العسل واحد المده طويله. ومن بعديها نديروا ليها اكيد جنجلان ولا اللوز ولا اللي بغيتوا. وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم حتى الشباكيه باللوز. وإلا بغيتوا تعرفوا تفاصيل اخرى بالنسبه للحلويات غادي نخلي لكم رابط الفيديو نتاع السنه الماضيه، كان فيه جميع تفاصيل الخدمه بالقرو، المقلات العجيبه اللي كنت نخدم بها كبيره. المهم الحوايج نتاع القرو يعني غادي نخليهم لكم، كل شيء المعسلات نتاع العام اللي داز نخليهم لكم في صندوق الوصف. وهذه هي الشباكيه ديالي من بعد ثالثه، اكيد سدفتها هكا في الطبسيل وانا فرحانه بها اكيد وفخوره في نفس الوقت. كتشوفوا الشكل نتاع السبوله كيجي ولا اروع، راقي هكا الشكل ديالو، واخا راه ماشي جديد الشكل، يعني انا كنخدمو اصلا اكثر من 9 سنين وانا نخدم هاد السبوله، ولكن واخا هكا ملي كنشوفوها كتجينا هكا زوينه في العين. والشباكيه ديالي ها هي، ما رانيش نختار وانما راني غير نرفد ونوريكم انها كلها مجعبه وزوينه. وحاولوا انكم ما تكتروش داك الجنجلان بزاف حتى تدسوا ليها الرشمه ديالها والمنظر ديالها. وهذا ما كان، وفتحت معكم وحده من اللي كنت هكا في طنجير كنخدم، ودابا كتشوفوا المنظر النهائي. وان شاء الله استناوني في الفيديو القادم، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم المقروط الوجدي اللي حمق بزاف الناس. هشيش هشيش كيدوب ذوبان. انا في مدينه وجده معروفه بسبحان الله الحاجه المميزه والحاجه الزوينه كتوصل للناس. المهم هذا هو المقروط ان شاء الله، حتى هو صورته معكم وان شاء الله غادي ننزلو لكم في الفيديو القادم بعد غدا ان شاء الله، لانني كل نهار واه نهار لا كننزل فيديو.